حين ضاق دخل زوجها الذي يعمل فوعلياً عن استيعاب تكاليف عائلتها المكونة من 6 أبناء، لم تجد عزة حسن بداً من أن تقوم بمساعدته من خلال مشروع صغير أقامته أمام منزلها البسيط لتشارك زوجها في أعالة أسرتهما بمنطقة عزبة خير الله بمصر القديمة. معي 6 أولاد وجوزي رجل أرزقي، معايا بنت متجوزة واتنين من أولادي بيشتغلوا، ومعندي 3 في المدارس. ابتديت المشروع بان انا جبت صابون ومنظفات بيحتي بيها، وبعد كده فكرت ان انا اجيب فرن عيش واشتغل واعمل عيش. المشروع الذي اقامته عزة رغم بساطته لم يكن ليرى النور لولا قرض حصلت عليه من جمعية نهوض وتنمية المرأة ضمن مشروع هي مواطنة فاعلة الذي نفذته الجمعية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في إطار مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة. احنا عاوزين الست دي اللي هي بتبقى محتاجة تجري على عيالها، ولكن في نفس الوقت مش قادرة تبعد عنهم لان ولادها صغيرين، فاحنا مش عاوزينها تخرج بره البيت بعيد قوي او تضطر تتجوز حد مثلا ويخليها برضه تسيب عيالها، فبنديها مشروع يليق عليها. يعني ممكن تكون من لو كانت في الريف ممكن تكون عندها خضاضه بتعمل جبنه، ممكن تكون دلاله، ممكن تكون بتعمل كرتون، فهي دي مشروعات صغيره بنديها تدريبات وبنساعدها انها تقدر تدير مشروعها بشكل سهل جدا، بنساعدها ازاي حتى تسوق ساعات، وفي الاخر بنديها القرض كمان. نسبيا كانت تتحسن الاحوال الحياتيه والماديه لعزة حسن التي ترى في مشروعها الصغير حدا فاصلا بين حياه ملؤها الالم والتعب في توفير لقمه العيش لاولادها وبين حياة تتحسن شيئا فشيئا من وجهة نظرها. كل دي كويسة لكل ست لأن هي تبتدي ان تعمل مشروع عشان ما تعترش وجودها الهم، لان دوخت الرجل الارزقي نادرة لما بيشتغل. كنتش احلم في من الايام ان انا اكون عندي تلفزيون، لما جبت القرض وابتديت ان انا اشتغل واجيب بضاعه بالفلوس القرض وكده، ربنا كرمني بالرزق وجبت اللي انا عايزاه كله منه، وتلفزيون وجبت اللي انا عايزاه منه من بيتي. مهما افتقرنا للضامن يمكن للأمهات المعيلات أن تفتح أمامهن أبواب الرزق من خلال هذه المشاريع الصغيرة كما فتحت لعزة. الضامن الوحيد للحصول على القرض هو أن تذهب أكثر من سيدة فتضمن كل منهما الأخرى.